والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ايتمتنح استمتنح كله وليكم ورين تقبل ني دوفينيس ورا اي تقبل ني دوفينيس. نتمنى ان شاء الله الفيديوهات اللي راه تحت الصفحة الرسمية ندور لك زائدة وفينيس اكون ني ارتكام ميان على خير. لكن تسلم يا جماعة غيلاد يقرب العيد الكبير 10 ايام نيشان هذا سي غمان. نتمنى ان شاء الله تيتبع الشيخ مربي الشيخ مدينة الفلا ونسلا هنا دوفو لكد الراحت. وكان غير اللي تعيش مزير المغرب الازمه الكورونا تسلم كل كورونا ما مكتكا اتخذ السلطات كرا الاجراءات الاحترازيه يعني اللي تسكر بلا الاحتياطات نص هادور التقلم هو اللي راه يسافر واللي راه يسافر الله يجزيكم بخير هاد نجمع غيرا واللي راه يفتو مزير هادور التقلم اسيدي اندالو ليا شكراكي تيني سكر سكر سكر. نتمنى تلتزم كني خدام وغراس التزم ميغت لك من الموضع النون التزم ميغت لا مو بس الموضع النون التزم ميرا الدحت وضم ميرا الدحت وضم سلا شغل النون. الله يرحم لكم الوالدين الواحد يسكر لي احتياط نص غادي تفكر يزداد لي العائلة نص يزداد لي الوالدين نص يزداد لي نيت مسات مازرت يزداد لي الاحباب نص العمام نص الخوال نص كلشي العائلة لا غينا بلا ما يفتو غي الدار البيضاء ولا جميع المدن اللي راه يفتو مازرت. الله يرحم لكم الوالدين تحاول ما تسكن احتياط النون اديروكم وما ديركم اشكون الا ما كيتينا لا كورونا الا ما كيتينا لي كورونا نكني رانا قعايقين نكني رانا قعايقين بهذا المعنى هادي راني نحاسب نكني اللي غنرا تمازير يسلك لا كورونا اللي غنرا تمازير راني نحاسب يخون يسلك لا كورونا اشكون دار غير الوالدين دارنا حنا حباب دارنا حيم الدكان. ولهذا الاخوان الله يجزيكم بخير نتمنى تلتزم الوقايه يخفوا النون تسيم الهم الوالدين النون يعني يقدر اتليس لك ماما انك منين غديت الدار البيضاء سديت غراس سكرت عقيم منك يا غنت لك تما زرت روك ولا تسلم ديت يمينك راه كيهبط الحوايج منك هذه من جهه ومن جهه ثانيه يمكن لك تسكت الوقايه يخفنك بلا لك مال بلا المال تسكر. نتمنى ان شاء الله تلتزم الاخوان اشكون ما يني غني لكم تيمي زار النون عن عبد الرحمن ربي الوقت على الحمد لله تما زرت السنوك ما مكتكا ورقيت الامان لسبيطار تاكل الحاج اللي استفرحنا انا ورقصت لي ولكن الحمد لله ربي نشكر راسك كنا نتمي ارنت نتي وسقنا ودرنا حمان نسكر نتفتخرت مزيرتنا ان شاء الله نتمنى تحقيقي في توقت الامور غير قدام يتميزرنا من دنيا تمازيرتنا حوران كبير. ولهذا الاخوان جزيكم بخير راه نتمنى طريق السلامه عند في من الوالدين بخير تظن بخير طريق السلامه للجميع وعيدكم مبارك وسعيد.